مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو إكسود؟ ما هي ميزات إكسود؟ ما هو إكسود؟ هو بروتوكول احتياطي لا مركزي للعملات يعتمد على رمز إكسود. ما هي ميزات إكسود؟ تقدم إكسوديا ديناميكيات اقتصادية ونظرية اللعبة الفريدة في السوق من خلال الترابط. يأتي إكسوديا مع ميزات متعددة مثل تتبع وقف الخسارة والتأكد من زيادة ربحيتك من أي صفقة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.